هذا البرنامج برعاية الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. كلنا حافظين المقولة اللي بتقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، والحقيقة إنه الفقر من الأشياء المعنوية غير المحسوسة اللي يمكن يكون يعني نعمة من عند ربنا إن هي إن هو مش رجل فعلا، وإلا كان تحول يعني نص الكرة الأرضية لقتالين قتلة عايزين يموتوا الفقر. حاجات كتير يعني احنا عارفين انها موجودة لكنها غير ملموسة، من اهمها هي الموت. الموت ده موجود واحنا عارفين ان هو جاي. قد يكون يعني في ناس بتقولك ايه يعني بس لو نعرف الميعاد عشان نلحق نعمل اللي ورانا قبل الموت. أعتقد أنه دي هيبقى شيء قاسي جدا أن الواحد يبقى شايف ملك الموت وهو جاي كل يوم يقبض أرواح ناس هو عارف أن هم يعني هيموتوا النهاردة أو بكرة، وكانت هتبقى الحياة قاسية جدا وصعبة أكتر من قسوتها وصعوبتها. في الحقيقة أننا قاعدين طول الوقت كل ما نشوف حد داخل هالل علينا نبقى عارفين أنه داخل يقبض روح حد، يا ترى جاي موت مين؟ كنا هنبقى عايشين في رعب يعني طول العمر. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ادانا الفرصة أننا احنا عارفين أنه في موت علشان نبتدي يعني نعمل حسابنا ان احنا رايحين نقابل ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ملك الموت ده هيجي يقبض الارواح يعني شئنا ام ابينا. لكن هل ممكن تعرفوا انه في معلومة بتقول انه ملك الموت ده او الموت نفسه هيتمثل في الاخرة وهنشوفه متجسد؟ يعني الشيء اللي احنا مش قادرين نحسه في الدنيا او نشوفه بعيننا او نلمسه ممكن نشوفه في الاخرة. خلونا نشوف المعلومة دي ونسأل فضيلة الشيخ أحمد الصباغ اللي بينورنا. أهلا بحضرتك. أهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا فيك. حديث صحيح حضرتك هتكلمنا عنه النهاردة والأول مرة أعرف عنه يعني، فنبدأ بقى مع حضرتك. توكل على الله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وزي ما احنا متعودين مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعائي وصلي على الحبيب. اللهم صلي قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. نبدأ ونقول كل شيء هالك إلا وجهه. وكل مخلوق سيموت. صحيح. صح كده؟ هو الموت مخلوق؟ آه. مال إيه؟ الموت مخلوق؟ آه. وطالما مخلوق يبقى له بداية. وطالما له بداية لابد أن يكون له نهاية. هات الآية بسرعة بقى، مش حديث كمان الآية. قال تعالى السورة المحببة المنجية من عذاب القبر التي نجت صاحبها من عذاب القبر، سورة إيه؟ الملك. آه. اللي من السنة قراءة هذه الصورة كل ليلة قبل ما ننام. سيدنا الله. النبي قال اسمها المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. صورة الملك. ولذلك من السنة نقراها كل ليلة قبل ما ننام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. الصورة بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إلى آخر الآيات. طب طالما الموت مخلوق يبقى هيموت. الموت. طب احنا قلنا الملائكة هتموت والإنس هيموتون والجن يموتون. طب سمعتوا حضراتكم ان الموت نفسه هيموت؟ اه. تتكلم جد؟ اه والله. تصور ان الموت مش ملك الموت؟ لا، ما هو ملك الموت هيموت برضه، بس احنا بنتكلم عن ايه؟ يعني حضرتك بتقول انه مش ملك الموت هو اللي مخلوق، لا ده الموت نفسه. الموت هو اللي نفسه مخلوق. اه الموت كلمة ده موت بنص القرآن الكريم، انما ملك الموت مختص بالموت. آه. الموت نفسه هيموت.
مش ملك الموت. ملك الموت كده كده هيموت، لأن ربنا قال كل من عليها فان، وقال كل شيء. قال ابن عباس لما نزل كل نفس ذائقة الموت، ولما نزل كل من عليها فان فقالت الملائكة الحمد لله نجونا وهلك الناس لأنهم على الأرض ولهم أنفس. فنزل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأيقنت الملائكة أنها ستموت. النهاردة بقى هنقوله مش ملك الموت اللي هيموت، لا ده الموت نفسه هيموت. بتتكلم جد؟ الحديث عند البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة. من حديث أبي سعيد الخدري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا من أهلها، يا رب، ودخل أهل النار النار اللهم سلمنا منها خير، يؤتى بالموت بجنة والنار في صورة أو على هيئة كبش أملح. كبش يعني خروف، أملح يعني إيه؟ حاجة من اتنين، أو اللي حاجتين موجودين، أملح يا إما بدين يقول لك ده مليح، وإما أملح يعني يختلط البياض بالسواد في لونه، أبيض في أسود. وقال لك كبش دي كناية على إن ربنا هيفتدي أهل الجنة بهذا الكبش، وأبيض في أسود اللون الأبيض يدل على أهل الجنة والأسود يدل على أهل النار. فيؤتى بالكبش بين الجنة والإيه؟ والنار. وانا بجيب الروايات زي ما احنا متعودين مع حضرتك طبعا. عشان الصوره تكتمل. دي روايه البخاري ومسلم. روايه الترمذي قال لك الكبش سيكون على السور الذي بين الجنه والنار، كما قال تعالى في القران فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ده روايه الترمذي. روايه ابن ماجه قال لك لا ده مش على السور كمان، ده هيبدا من على الصراط الموت. ثم ينادى يا اهل الجنه فيشرئبون. يعني ايه يشرئبون؟ ايوه يمدون اعناقهم ويرفعون رؤوسهم ويلتفتون. خير في ايه؟ فيشرئبون. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيندى. قيل منادي، قيل هو الله، وقيل ملك من الملائكه. الحديث قال ينادي مناد، ما قالش من سواء الله او ملك من الملائكه، المهم النداء ايه؟ موجود. فينادي مناد يا اهل الجنه فيشرئبون، خير خير. ثم ينادي يا اهل النار فيشرئبون. ثم يعود لاهل الجنه، اتعرفون هذا؟ اللي هو على هيئه كبش اللي هو الايه؟ الموت. فيقول نعم نعرفه انه الموت. وسيدنا النبي يقول ايه؟ وكلهم قد رآه. كلهم دول ماتوا قبل كده عارفين الموت؟ قالوا ثم يقول لأهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم انه الموت وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يذبح الكبش بين الجنة والنار، وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في رواية بقى بيقول فلو مات أحد من شدة الفرح لمات أهل الجنة في هذا الموقف من شدة فرحهم، الحمد لله خلاص ضمننا، ولو مات أحد من شدة حزنه لمات أهل النار في هذا الموقف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة على حسرتهم، لأن الموت نفسه قد إيه؟ قد مات. قد مات. أنا قعدت كده يعني وأنا بذكر كده الحلقة قعدت قلت يعني إيه الهدف مثلا من الحديث ده، أو يعني إحنا يعني الموت يموت أو كده، يعني قلت يمكن إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيكشف الحجب في الآخرة وهنشوف كل حاجة. يعني كل فبصره كاليوم حديد دي، هنشوف كل حاجة قدام عينينا. فالموت اللي إحنا ما شفناهوش في الدنيا ده هنشوفه يمثل في صورة كبش، وده كرم ربنا ان يطمن اهل الجنه ان الموضوع إنه خلاص إيه؟ انه مفيش موت بعد لا كده، لا موت خلاص. فيها، ولذلك الجنه مش لا موت فيها، لا نوم فيها كمان. فاش نوم. قال لك لان النوم اخو الموت، والجنه لا موت فيها. جميل. ايات. الو، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا كنت في عمره، ايوه، فانا جيت لقيت اخواتي حاطين له الصوره، يعني حاطين له صوره كده على الحيطه مصورينه وحاطين له الصوره يعني عادي بالحجاب عادي يعني. فانا في شيوخ بيقولوا ان الصور اللي بتتحط على الحيطان حرام، فمش عارفه بقى يعني فعلا اسيبها ولا يعني اخليها يعني على الحيطه عادي، الصوره العاديه. حاضر. عادي ولا اشيلها؟ حاضر، شكرا يا استاذه ايات. سحر. الو، اهلا يا سحر، اتفضلي. معانا سحر؟ الو الو، ايوه يا سحر احنا معاكي، اتفضلي. حضرتك سامعاني يا فندم؟ انا سامعاكي والله، اتفضلي قولي سؤالك. انا جارتي بتعمل سحر واعمال وحاجات من دي.
فبعدين عملت لي عمل بالخراب في البيت مع أختي، كانت واقفة على الطلاق بدون سبب. ومامتي نامت تعبت ما كانش بتتحرك، ونوديها بصي وديناها يعني دكاتره كبيره ودكاتره كتير. مين قال لك ان مين قال لك انت متاكده يعني ان جارتك أيوة دي؟ ايوه هي ذات نفسها بتقول ان احنا عملنا، ان انتوا بتوع اعمال وسحر وحاجات من ديت واحنا عملنا لكم. يعني هي معترفه، هي اعترفت لكم وقالت لكم انا عامله لكم عمل يعني؟ ايوه تقولنا خلاص هنعمل قعده، يعني قعده عرب وكده، ونحلف على المصحف ان احنا ما عملنا، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا عارفين ربنا كويس قوي اللي بيأذي بني ادم في حاجه زي كده او غير كده، ربنا بيأذيه في موقف اصعب منه. فبعدين لدرجه ان الدكاتره ذات نفسهم بقوا محتارين في حاله مامتي. وبابايا ذات نفسه تعب فظيع برضك، يعني ويعني حاجات اول مره تحصل، يعني حاجات اول مره ان احنا نشوفها. استاذنك يا فندم، حضرتك بتصلوا في البيت؟ بتصلوا؟ ايوه احنا بنصلي وعارفين ربنا وقران في البيت وكل حاجه، وبنعلم ولادنا الصلاه وكل حاجه والحمد لله يعني. تمام. فكلمت واحده صاحبتي وقعدت احكي لها، يعني لان كانت اختي كان جايين بقى عشان يطلقوها وكده، فقالت لي انا هخليك تكلمي واحد بتاع الحاجات دي ان هو يشوف لو كان فعلا ما عمل لكم حاجه هيشوف الحاجه دي. فكلمت فعلا بالفعل واحد يعني وكده. قال ده انت بيتكم كان خربان، وبيتكم كان معمل لكم بالدمار والخراب وحاجات كتير يعني. فالحمد لله يعني فجأة يعني احنا هو كلم فك الحاجات ديت، والحمد لله الامور بقت كويسة. هل دلوقتي حرام عليا ان انا كلمته او انا خليته عمل يعني فكلنا كده، او انا مشيت الطريق ده؟ حاضر. شكرا يا مدام سحر. طيب هنرد على الاسئلة بس بعد فاصل قصير. عودة ليكم مشاهدينا مرة تانية. آيات اتصلت بتقول إن إخواتها حاطين لها صورتها على الحيطة وهي بتسأل في حكم ده. بص يا فندم، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الملائكة لا تدخل بيت فيه صور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. بس لما نرجع للأحاديث، العلماء وجمهور أهل العلم قالوا المقصود بها الصور والتماثيل التي لها ظل. لها ظل يعني إيه؟ أستأذنك ممكن أخد الكوباية دي كده على الهوا كده؟ ظل يعني يا فندم؟ يعني تمثال مرسوم منحوت زي المانيكان كده، ويبقى محطوط كده ويبقى ليه ظل من ورا مجسم يعني. إنما الصورة التي لا ظل لها، لا ظل لها، اللي هي مطبوعة على الورق زي صورة البطاقة الشخصية، زي صورة الرخصة، زي الصورة اللي في الجواز، الصورة اللي بتتصور العادية دي لا شيء فيه. والعلماء قالوا ده زمان كان سيدنا النبي محرم الصور لأنها كانت تعبد من دون الله، كانوا بيعبدوها من دون الله. يعني طالما ان النية مش نية عبادة ومفيش أدنى مشكلة، الهدف من التحريم انه الناس كانت بتحط التماثيل هبل وعبد تقدم الزمن، تقدم الزمن عبدوا هذه التماثيل، هم عملوها لصالحيهم. صحيح. فمع تقدم الزمن ما كانش فيه صور زمان. أيوة. يعني ما كانش فيه حتة فكرة الصورة اللي هي بتاعت البني آدم. كنا صورنا سيدنا النبي، ما كانتش موجودة. كنا صورنا سيدنا أبو بكر. فبناء على ايه الناس بتحرم الصور دي وهي لم تكن موجودة ساعتها؟ يبقى التماثيل علشان دي تعتبر مضاهاة لخلق الله. صحيح. ومشاركة لله في الخلق وعبادتها، وحط عليها بقى العبادة. وحط عليها ان هي لها ظل. انما الصور الشمسية العادية اللي في الجرايد واللي في المجلات والكلام ده فيش ادنى مشكلة، طالما انها صور ليست عارية وليست خادشة للحياء. طيب سحر بقى وجارتها، انا ما اعرفش ايه موضوع الناس اللي بتعمل الاسحار دي. احنا جات لنا الحلقة من يومين، حلقة اعتراف صريح من واحدة بذات نفسها، هي اللي متصلة، يعني مش حد يقولي فلانة عملت لي، لا لا لا، هي اللي بتقولي انا اللي عملت كده، وبتتكلم الموضوع بشيء يعني كأنه امر طبيعي، امر عادي. كمان سحر جارتها يعني بتتكلم برضو بامر طبيعي، انتوا بتعملونا فاحنا كمان بنعمل لكم. يعني ده كأنه شيء عادي جدا، وان الناس يعني انا سمعت ان هم يعني بيعملوا اعمال مخالفه لشرع ربنا سبحانه وتعالى، بيسخروا جن وحاجات كده. بصي السحر ما حدش يقدر ينكره، السحر موجود والسحره
موجودين على وجه الدنيا الى يوم القيامه. بس ان سيدنا النبي يقول في الحديث حديث واضح قوي قوي، احفظوا الحديث من ثلاث كلمات. سيدنا النبي قال او من كلمتين: الساحر كافر، وفي روايه: من سحر فقد كفر. وقال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما قالش وما سحر سليمان، لا، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعلمون الناس السحر. يعني جاب كلمه كفر مكان كلمة سحر. مكان كلمة سحر. السحر موجود بس احنا مش عايزين شماعة نعلق عليها كل واحدة اتطلقت يبقى مسحور لها، واحدة ما بتخلفش يبقى مسحور لها، واحدة في مشكلة في بيتها يبقى مسحور لها. لا، الوقاية دعاء هانم خير من العلاج. من العلاج. طب انا احصن نفسي ازاي؟ في تحصين. طالما بأصلي الصلوات الخمس، ادي واحد روشتة لمن اراد ان يحصن نفسه من السحر والشعوذة. رقم واحد: المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد للرجال وفي أوقاتها في البيت للنساء، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد العصر. تمام كده. الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة يا فندم؟ اللي هو كل ذكر له وظيفة، اللي مسمينه حصن المسلم. قبل ما أكل أقول إيه، وبعد الأكل أقول إيه، وأنا داخل أنام أقول إيه، أصحى من النوم أقول إيه، وأنا طالع السلم وأنا داخل البيت. دي اسمها أذكار موظفة. ايه كمان يا مولانا؟ الحفاظ على قراءة وسماع سورة البقرة. ايه كمان؟ الصدقة. ايه كمان؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحط فوق ده كله والأهم والمهم اليقين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب وقعوا تروحوا للسحرة. سيدنا النبي قال كده، قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هي راحت لحد يفكرها كذب المنجمون ولو صدفوا ولو صدقوا. ايوه مش صدقوا، هم عمرهم ما يصدقوا ابدا. ولو صدفوا ممكن ولو تصادف كده. والساحر اللي بيسخر ويعمل اعمال يربط العرسان، يجي الراجل يوم زواجه، سامحوني في الكلام، يبقى ذليل قدام اهله كده، ويعمل وربنا قال كده: يفرقون به بين المرء وزوجه. ربنا اللي قال ليه يا اخي تخرب بيت؟ وليه تدمر؟ وليه ليه تزعل عريس وعروسه يوم الدخله؟ اتق الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. نعمل ايه بقى؟ من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هي راحت لحد يفك لها الضرر ده، والحد ده عمل حاجة الدنيا تفكت وبقت أحسن. هي بتسأل حضرتك ده فيها عليها وزن؟ لو فكوا بالقرآن والسنة بدون شعوذة وبدون كفر وبدون تعامل مع الجن السفلي، لان احيانا السحرة بيتعاملوا مع، ما هو حاجه من اتنين: يا اما هو ايمانه قوي وبيفك، يا اما هو بيتعامل مع جن سفلي. جن سفلي يعني ايه؟ يعني بيكفر، اعزكم الله بالبلدي كده على الهوا، بيقولوا يتوضا باللبن، مش عارف يدخل يعمل ايه في الحمام، يرمي المصحف في التواليت اعزكم الله. ليه؟ عشان يرضي الجن الكافر السفلي ده، عشان الجن ينفذ له كل حاجه. بس الجن لا يضر احد ولا ينفع احد الا بامر الله: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فهي لو اضطرت انها تروح تحل، بس تروح لواحد ملتزم بالقران وايه؟ والسنه. عبير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك عندي مشكله. اتفضلي. في واحد اتجوز على مراته ومعاه ثلاث اولاد. حضرتك اتجوز، يعني هي دلوقتي بنت، يعني مرات ابن خالته اتجوز اختها. فهماني حضرتك؟ فدلوقتي في مشاكل. هي دلوقتي طلق الست بتاعته الاولانيه. وكانوا عايشين يعني كويسين ومبسوطين والحمد لله. فدلوقتي اصبح ان هم يعني سابها طلقها، والاولاد مش شحططين من هنا لهنا، فاهم حضرتك؟ فدلوقتي الاخت يعني بتقول لاختها ان هي السبب، كانت بعتت اختها اللي هي متجوزه ابنها لامها وتقول لها يا دي قصاد دي، ينفع حضرتك ولا ما ينفعش؟ فانا عايزه اعرف كده، هل ينفع كده؟ يعني مثلا متجوزها ابن خالته، عايزه بقى خالته قالت لها ودي مرات ابنك لمامتها وقولي لها هنطلقها ومش عايزين الجوازه دي عشان الثانيه تتطلق، فاهماني حضرتك؟ فانا عايزه اعرف ايه الحكم في دي. طيب حاضر، وضحي لي بقى. هو اتجوز على مراته، اتجوز اخت مرات ابن خالتها. ماشي، ابن خاله مراته، مرات ابن خالته. ماشي، اتجوز اخت مرات ابن خالته. ماشي، مفيش مشكله. يعني يعني اتجوز يعني واحده اختها، اتجوز يعني هو ولاد خال وخالته بقوا متجوزين اخوات. انا فهمت كده. هو وابن خالته اتجوزوا اخوات.
كده تمام؟ اتجوز اخت مرات ابن خالته. ايوه ايوه اخت مرات ابن خالته. هما بقى يعني انا وابن خالتي متجوزين اخوات. اه هما بقى وقفوا قالوا هنطلق اختها لو ما خلتوش يطلق دي. اه يعني واحده قصاد واحده. لا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. ولذلك احنا دايما بنقوله الاسلام يعني فيه نوع من الزواج الاسلامي دعوه هاني محرمه اسمه زواج البدل. ايه زواج البدل؟ اخد اختك وتديني اختي او اخد حفيدتك وتديني حفيدتك. ليه؟ قال لك لان دي حصل مشاكل هنا بيحصل مشاكل هنا. فكل ما يبقى الاخين يتجوزوا من اتنين بعاد عن بعض وكل ما يبقوا الاخين يتجوزوا اتنين مش اخوات بيبقى افضل لان ده بتبص لدي ودي بتبص لدي. فلا ضرر ولا تزر وازره وزر اخرى. حرام ليه؟ بس والله اعلم. طيب يعني في كل الاحوال فكره انه طلق فلانه عشان علانه دي خلاص. حتى لو زوجة ده ظلم. ظلم بين. ظلم بين. حتى لو زوجة. حتى لو زوجة أمال طبعا. طيب نرجع لموضوع الموت يا فضيلة الشيخ. وهل الموضوع يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجسده في الآخرة علشان يعني يقول لا خوف بعد ذلك وكده؟ أي نعم. طيب هو في الدنيا الموت ده هو البعبع الكبير قوي لكل الناس، يعني ممكن في ناس ما تخافش بس قليلين، وفي ناس بيجي لها حالة هلق واحنا عارفين كلنا ان احنا هنموت طبعا، بس ده اكتر شيء مرعبة احنا بنخاف منها. يعني الناس بتخاف من المرض يعني والناس بتخاف من الموت، يعني الموت ده في الاخر هو بنخاف نفقد احبابنا، بنخاف على اولادنا من ايه؟ ما هو في الاخر من فكرة اخرتها الموت. احنا بنقول يا فندم في المثل اخرتها موت. فالمؤمن اللي على الصراط المستقيم اللي على الجادة والست الملتزمة تقول مرحبا بالموت. ده سيدنا النبي في حديث بيقول الموت تحفة المؤمن، وستنا عائشة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فستنا عائشة مصحصحة للنبي في الحتة دي أو رضي الله عنه، قالت له ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ انت بتقول اللي بيحب الموت ربنا يحبه لقاء الله، واللي يكره لقاء الله ربنا يكره لقاءه. قال لها ليس ذلك يا عائشه، مش في الدنيا، انما ده على فراش الموت. فالمؤمن اذا نزلت عليه ملائكه الرحمه وراى مكانه في الجنه احب لقاء الله. الحمد لله انا هموت اهو، يفرح جدا فيحب الله لقاءه. والعياذ بالله اللي من اهل النار يرى مقعده من النار وينزل عليه ملائكه من ملائكه النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ودي اللي بتبان على حسن الايه؟ حسن الخاتمه. يقول لك ده بيموت هو بيضحك. ولذلك الموت هو الحقيقه الواحده التي لا رياء فيها. صحيح. الحقيقه الواحده الوحيده التي لا جدال فيها. جميل. عايده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه سامعيني؟ اه سامع حضرتك، اتفضلي يا استاذه عايده. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. من فضلك، انا من حوالي 12 سنه كنت نادره اذبح عجل. تمام. ورحت فعلا المزرعه عشان اشتريه وكان بحوالي 7000 جنيه. تمام. بس لظروف كده انا ما قدرتش اقف في المزرعه، يعني ما قدرتش اقف على الذبح. تمام. فانا تصورت ان انا لو اشتريت 7 صكوك من بنك الطعام يوازي عجل. تمام. فانا اشتريتهم فعلا بنفس المبلغ اللي هو 7000 جنيه. وطبعا سبتهم للبنك يوزعهم على الفقراء، يعني كده كان ايامها برضو العيد الكبير. ولكن انا مش قصدي ضحيه، كان قصدي ندر، ان انا اوفي ندر بان ده عجل 7 صكوك. انت حضرتك بيوزوا عجل حضرتك زي ما كان بيقال كده في الاعلانات. حضرتك رحت المزرعه واخترت عجل وذبحتيه وبعد كده اشتريتيه؟ لا ما ذبحتوش، انا استفقت يعني انا بعد ما رحت المزرعه لقيت انه شق عليا ان انا لوحدي. تمام. ان انا اقف على الذبح واستبدلتيه ب7 اسهم مش كده؟ اه فاستبدلته ب7 اسهم من بنك الطعام. اه تمام. فانا دلوقتي اعتبر كده وفيت بالندر. طب انت حضرتك كنت بتتبرعي في الجهه اللي حضرتك قلت فيها دي؟ قلت لهم ان انا عايز عجل على بعضيه مثلا ولا حاجه ولا ايه؟ لا الحقيقه ما قلتش، انا تصورت ان 7 صكوك زي ما بيعلنوا كده. لكن كانت نيه النذر بتاع حضرتك ان انت تجيبي عجل كامل تذبحيه صح؟ اه نيتي ان انا اجيب عجل كامل اذبحه. حاضر يا فندم. حاضر. استنى الرب. اه حالا دلوقتي على اتفضل. قال صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نظر ان يعصيه فلا يعصيه. فالنذر ده حكمه يا فندم، النذر ده حكمه فرض وقيل واجب، المؤمن او المسلم بيفرضه على نفسه. والنذر واجب النفاذ كما نظره صاحبه. يعني انت حضرتك قلت لله علي نذر ذبح عجل، يبقى لازم تذبحي عجل،
ما ينفعش حضرتك تروحي تشترك في 7 صكوك في اي جهه من الجهات. انت حضرتك قلت عجل يبقى عجل عزكم الله، طالما في استطاعه وطالما في مقدره، ومش لازم حضرتك تقفي على الذبح ولا توزعي، ممكن اي جهه في اي مكان بس تعرفيهم، لان انت كده حضرتك اشتركت ب7. هل يا ترى السبعه دول يجوا مكان مقام عجل؟ انا ما اعرفش بقى الجهه المختصه تقول لك في الموضوع ده، لكن زي حضرتك ما نظرت عجل لازم يبقى عجل طالما في استطاعه وفي مقدره، والله اعلم. طيب عايزين نختم بحسن الخاتمه فضلت الشيخ. اي والله، انه احنا يعني احيانا نسمع انه حد يبقى بيعمل عمل اهل الجنه وكده وبعدين يموت على غير حسن خاتمه، وحد يبقى بيعمل عمل اهل النار وبعدين يموت على حسن خاتمه، دي تتظبط ازاي موضوع حسن الخاتمه وسوء الخاتمه؟ ده صندوق مغلق لا يعلم ما بداخله الا الله. ودايما انا بقول اذا وجدت احد العصاه او احد المذنبين فلا تلومه، ولكن انظر الى نفسك وقل يا ترى من فينا سيحسن او سيختم له بالخاتمة الحسنة. الله اعلم. طيب حسن الخاتمة دي ما بتجيش من فراغ دعاء هانم، لا، حسن الخاتمة دي بتذاكر طول عمرك عشان ده الامتحان. فما بتجيش بالكده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيسبق عليه كتابه ده، يقول ايه؟ يعمل بعمل اهل الجنة طوال حياته. في رواية بقى وضحتها، وبحب انا اجيب الروايات مع بعضها زي ما متعودين كده، الصورة تضح. ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه الا ايه؟ ذراعا، يعني كده زي نص متر كده. خير، فيسبق عليه كتابه ما كتب عليه في الازل، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. عارفه بقى في روايه وضحتها قوي، قال يعمل بعمل اهل الجنه طول حياته، روايه صحيحه، فيما يبدو للناس. بس كده، ده مرعبه. فيما يبدو للناس، يبدو للناس ان هو ابو بكر وهو بينه وبين ربنا ابو لهب. وفي الروايه الثانيه، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار طول يعني حياته، يعني هو باين للناس ان هو راجل وحش، بس هو بيعمل بالزبط اعمال خير او بيصلي بينه وبين ربنا. والعكس بقى، يعمل بعمل اهل النار طول حياته فيما يبدو للناس، حتى لا يكون بينه وبين النار بما يبدو للناس الا ذراع. فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. الموضوع مش سهل ومش بسيط، لا، ده اللي ربنا احسن خاتمته ده ذاكر كتير وقدم كتير في الخفاء بينه وبين ربنا، عشان كده ربنا بينجحه في الاخر. طب والتاني اللي بيقع برضه ما قدمش، ما ذاكرش، عامله زي لجنه الامتحان. خلاص فيما نرتاح بقى، نرتاح. اصل انا كنت فعلا مستغربه جدا من الحديث ده، ان الواحد يفضل عمره كله يعمل اهل الجنه، عمل اهل الجنه. فيسبق عليه كتابه ده يا فندم، اللي ربنا كتبه في الازل. ربنا ركزي في بيبقى عارف ان ده، ايوه، يعلم سبحانه وتعالى. عارف نيته وعارف اللي جواه. كتب ولم يامر، يعني هو عارف ان دعاء هتصلي وتصوم وتزكي وتحج من غير ما هو امرك بس بالطاعه. وعارف نيه فلان وهو بيعمل الناس ده هيقتل ويبوت ويعصي ويذنب، بس ما قالكش يذنب. يعني وعارف ان ابا لهب سيموت على الكفر، لكن ما قالوش اكفر. فربنا كتب اللي هتعمليه قبل ما تعمليه بعلمه القديم. كده تمام؟ تمام جدا. الله يبارك في حضرتك. انا بشكر حضرتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا لك الشيخ احمد الصباغ. فاصل قصير ونعود. هذا البرنامج برعاية أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. العلم نور، الصدقة نور، الدعوة لأي حد في الدنيا بظهر الغيب نور، وأنه ربنا سبحانه وتعالى يختص البشر بقضاء حوائج خلقه، أعتقد أنها تكون يوم القيامة على منابر من نور. فالحقيقة احنا عايزين نتكلم على كل هذه الأشياء. أنا بيشرفني دكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا يا هلك. إزاي حضرتك؟ احنا عايزين طبعا كالعادة، أنا يعني بتفائل وبتبسط لما بنبدأ بالآية القرآنية وحضرتك تفسريها لنا بتفسيرك الجميل السلس. سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الفزع اللي هو ايه؟ هي آية يعني جميلة قوي، آية على الرغم ان هي مش طويلة، بس بتحمل معاني بقى، يعني لو نفهمها كده صح بتهيألي الدنيا هتبقى حلوة قوي معانا. يعني من جاء بالحسنة، ايه هي الحسنة الأول؟
أي عمل يرضي الله سبحانه وتعالى فهو حسنة. ده الرأي الراجح فيها. تمام. في ناس تانية قالوا إن الحسنة هنا المقصود منها لا إله إلا الله، بس أنا بحب الرأي العام طبعا، إن كل حسنة فله خير منها. طيب خير منها اللي هو الجزاء. هو الجزاء يا أستاذ دعاء أحسن ولا العمل الصالح أحسن؟ ما هي الحسنة عمل صالح. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، ما هي عمل صالح. صحيح. هل هي أشهد أن لا إله إلا الله الجزاء أفضل منها؟ إيه اللي هو عايز يقوله هنا؟ لا، هو عايز يقول لنا إيه الآية دي بتوصل لنا إيه؟ إن الخيرية هنا في بقاء الثواب، لكن العمل خلص وانتهى. صحيح. انت قلتي أشهد أن لا إله إلا الله مرة وسكتي، لكن فله خير منها. الجزاء بقى بيتعمل إزاي؟ لا، بيمتد. طب إيه اللي بيمتد؟ عشان إحنا بنتكلم عن الصدقات، إيه الحاجة اللي بتبقى خير من العمل عشان بتتطور وتبقى أكتر؟ الصدقات. مش إحنا بنخرج الصدقة بقى؟ نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يعطي الصدقة فإيه الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه ثم يربيها حتى تكون أكبر من جبل أحد. يبقى الخيرية هنا في إيه؟ في استمرار الثواب. الخيرية في استمرار الثواب. وهم من فزع يومئذ آمنون، الفزع اللي هو الخوف الشديد. طب ما في آيات بتقول إن كلنا هنفزع، إزاي الآية دي بتقول إن إحنا إن المجموعة دي من الناس مش هيفزعوا؟ لا، هو في فزع أكبر كلنا بنشعره، بس في ناس بقى تفضل في حالة فزع، وناس بقى بيجي عليها الأمن. هم من فزع يومئذ آمنون، بيجي عليها كده نوع معين من الأمن. سبحان الله، ما بيشعروش بذلك. يبقى كل اللي بيأتي بحسنة يا جماعة، شوف كلمة حسنة كلمة شاملة قوي، يعني حسنة، يعني الفزع متحقق وهيبقى موجود. الفزع كلنا، في ناس بتبقى مطمئنة لكن كلنا هناخده في الحتة الأولانية كده، وبعد كده بدليل مش الكل هيهرع إلى الأنبياء. الشفاعة من آدم، من نوح، من وبعدين نقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كله هيقوم كده فزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض كله. لكن في ناس بقى بتنزل عليهم الطمأنينة بعد ذلك. لكن تخيل إن أنت تفضل طول الموقف عندك خوف، عندك فزع، عندك هلع، الامر بقى هنا مش بيكون سهل. فايه اللي هيخلي الفزع ده يروح؟ الحسنات اللي انت بتعملها. وشوفي جاء بالحسنه، ما قالش بالحسنات. قد ايه دينا جميل، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعبد، بيدعوك كل شويه. كل شويه يقول لك الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. لسه ما جالكش الوقت، تعالى ده انا اقل حسنه هتعملها هتدخل بيها حاجات كبيرة قوي قوي قوي. لكن الفزع يعني يمكن بعض الأحاديث استثنت منه البعض، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه، إن هو أول ما بيفيق بيجد سيدنا موسى قد أفاق وبيمسك بعرش الرحمن، بيقول لأنه صعق في الدنيا فخفف الله عنه، إن هو ما يدقش بقى الإيه الفزع الأولاني ده في الآخرة. هو صعق إمتى في الدنيا؟ لما قال له يا رب أنا عايز أشوفك، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. صحيح. فاللي عايز الامن بقى يحاول يقدم بقى الحسنه اللي هي كمان بتزيد، دي بتبقى حاجه جميله قوي قوي. فعايزين نبدا نتصدق. عندنا مواسم دلوقتي حلوه قوي، عندنا موسم الدراسه والعلم. ويا سلام لما تكون انت بقى تتصدق على طالب علم وكمان يتيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعطيك قد ايه. البيت اللي بيكون فيه يتيم يا جماعه بيكرم. البيت اللي بيهتم بالايتام بيكرم. والله ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بس في الاخره، كمان في الدنيا بينتظره. والله اني واحده حكيت لي قصه عن ابنها، وكان في ثانويه مش فقالت هو مات، وهي ما تعرفش عن اعماله حاجه قوي يعني. فقالت ان في بنت عندهم كده، يعني عارفه في ناس كده طيبين قوي يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام كتير. فقالت لهم والله والله انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام واخده وماشي بيه، مش هو قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه، وبعدين بقول له انا يا رسول الله اكون معاك؟ قال لا، ده هو اللي معايا بس دلوقتي، انت لسه شويه. فمامته بتقول بعد شهور اكتشفت ان هو بيعول اسره لايتام. فشوفي حضرتك مش بس لما بنيجي بقى ندخل في النهايه. فاحنا عندنا اهوت ما شاء الله، ده يعني بيعرضوا لنا اهوت الادوات المدرسيه، وهم مخصصينها قوي للايتام، ودي حاجه جميله قوي. سيدنا زكريا يا جماعه بماذا اكرم؟ ربنا اداله الولد، ما هو قعد سنين نبي. مش قعد سنين نبي، ما كان نبي. امتى اداله الولد؟
لما كفل مريم اليتيمة مش هو كل ما يدخل عليها وجد عندها رزقة؟ صحيح. قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، وده مش مرة، ده كل شوية يدخل ويسألها وهي ترد عليه. هنالك دعا زكريا ربه، ما كان ممكن يدعيه هو نبي لسه، بس سيدنا زكريا كان يعلم أن الحاجة اللي هو عملها دي وهي كفالة يتيم دي ربنا سبحانه وتعالى عظمها عند الله كبير. فلما ألاقي بقى كمان ان انا بقول لك ان احنا عاملين دلوقتي الجمعيه منزله الادوات المدرسيه كلها لطلبه المدارس وخاصه الايتام، فاذا ده انا خدت ثواب طالب علم وخدت ثواب يتيم. ان يعني اول حاجه ربنا من اوائل الاشياء. صحيح. السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. طبعا. يعني متخيلة حضرتك اللي ساعد أرملة أو مسكين مجاهد في سبيل الله. يعني ناس كتير تقول لك أيام الجهاد وإنه الناس دي أكيد كان يعني قد إيه الثواب عندهم كان عظيم وكبير، فقد يكون في ناس هنا مش بيجاهدوا أو مش بيحاربوا أو حاجة، لكن هم بياخدوا نفس الثواب بتاع المجاهدين في سبيل. طبعا طبعا طبعا. ما هو بيقول لك من جهز غازيا اللي يجهزه بس هياخد ثواب كبير. فانت دلوقتي بتجهز طالب علم، بتجهز عالم، والعالم ده كمان ايه؟ يتيم. حضرتك لو رحتي المسجد النبوي، يعني اكيد حضرتك رحتيه، او ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمها وتروحوا كده وكلنا ان شاء الله مع حضرتك، هتجدي كده عباره مكتوب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابو اليتامى. يعني هما كاتبين اسماء النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها كده يعني. فلما ترجع بس ما خدتش بالي من لا هتلاقي يعني لما حضرتك تخرجي في الساحه كده ان شاء الله نلتقي بقى باذن الاستاذ عاء وكلنا كده ونقعد بقى نقرا انا وانت كده الاسامي. اصل انا كان عندي عشق كده، احب اقعد في الساحه كده برضه واقعد اتفرج كده وابص كده. يعني ابو اليتامى من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، من صفاته. فقالوا لان هو كان اي يتيم النبي صلى الله عليه وسلم يحب يربيه، يحب ان هو يحنو عليه، ولذلك خد ابناء سيدنا جعفر الطيار عنده في البيت عشان يربيهم. ابناء السيده ام سلمه، وكان بيحسن اليهم جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. من اوائل الاشياء اللي ربنا طلبها منه ايه؟ فاما اليتيمه فلا تقهر. ولما راح له راجل بيشتكي من غلظه قلبه، بيقول يا رسول قلبي ده غليظ، يعني عندي كده غلظه، اعمل ايه؟ فقال له حن على اليتيم وامسح على راسه كل شعره انت بتاخد بيها. فما بالك بقى انت لما تعده هذا الاعداد اللي بيقول انا نفسي في الاولاد وربنا مش مديني. ان سيدنا زكريا لما كفل السيده مريم اعطاه الله سبحانه وتعالى الولد، دعا وربنا سبحانه وتعالى استجاب له. مش احنا عارفين وكفلها من؟ وكفلها زكريا. كل السنين دي ما دعاش، دعا بقى لما ايه؟ لما كفل السيده مريم. فكفاله اليتيم دي يا جماعه والله ما تستهينوا بيها ابدا. وكم من قصص سمعنا عنها، ان واحد اولاده كانوا هيموتوا، مش عارف حصل له ايه، هو كان مريض ايه، ولما كفل الايتام ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اعطاه الكثير والكثير. فكفاله اليتيم دي مش ليست هينه. سيدنا عبد الله بن المبارك كان رايح يحج، وبعد كده وبيوصل اصحابه الحجاج يعني، وبعدين رجع البيت فقابلته ست بتتخانق مع الكلاب والقطط على فرخه ميته، بتتخانق معاهم. فراح لها انت بتعملي ايه؟ قالت له عندي ولادي ايتام هيموتوا من الجوع، مش ربنا احل الميته في حاله الضروره؟ طلع فلوس الحج اداها لها. فلما رجعوا الحجاج قالوا له ايه؟ بنشكرك على الخدمه اللي انت عملتها لنا، ده انت عملت لنا كتير قوي. قال لهم انا؟ وكلهم قالوا له كده. فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ويبشره أنه حج 70 حجة عن كل واحد حج بسبب المال اللي هو إيه اداه لهذه الأرملة، لهؤلاء اليتامى في أكتر من حجة. حضرتك شوفي الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ويبشره من؟ رسول الله يعني. يمكن بعض الصالحين بتتكشف الحجب ليهم فيقدروا يشوفوا مثلا منزلتهم او كده، انما فكره انه العمل اللي احنا بنعمله ده البسيط لازم نستشعر عظمته ونستشعرها في قلوبنا ونظبط النيه قوي واحنا بنعمله. طبعا النيه لله. وبعدين هي دي مش كرامه بس، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صريح، انا اول من يحرك
حلق الجنة، أول واحد هيفتح الجنة يا جماعة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهو داخل كده في واحدة بتزق كتفه كده جنب كتف النبي صلى الله عليه وسلم، مين أنتِ؟ أنا امرأة قعدت على أيتام لي فبتزحمه، أنا وكافل اليتيم كهاتين. مش بس الأم بقى اللي ربت، واللي استعيدها كمان واللي أنفق معاها كمان، فأدي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو عملت كده مع الأيتام دول شوف جزائك عند الله سبحانه وتعالى. احنا بندور على عمل حضرتك ده، شويه كراريس وكشاكيل صحيح، حاجات اصعب، كراريس وكشاكيل، البطاطين كمان فكره البطاطين. تخيل لما تروح ليتيم البطاطين دي في البرد اللي احنا داخلين عليه، كل الناس دلوقتي قاعده عماله تقول ايه، يعني كل ما قابل حد يقول ايه، احنا عارفين ان شويه والدنيا هتتلج مره واحده، مش عارفين هنعمل ايه، واللي عمال يطلع في بطاطينه واللي عمال يغسل مش عارف ايه، وعشان اغطي اولادي ايه. ما تفكر برضه في اللي مش هيبقى عنده ان هو يغطي اولاده. تخيل ان البطانيه اللي انت هتتبرع بيها دي هي طالب علم هيتغطى بيها، فانت هتاخد بقى جزاء قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له فلان ده قاعد بيطلب، الراجل رايح يشتكي له، هو قاعد يطلب العلم وانا بانفق عليه يا رسول الله، قال له علك ترزق بسببه. فتخيل انت لما تديها لطالب علم يبقى علك ترزق بسببه. لما تديها ليتيم فتبقى انت والنبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. تديها لحد محتاج فتعفه عن ان هو يعمل سيئه او يعمل حاجه وحشه. تخيل عند ربنا سبحانه وتعالى ايه. الراجل خرج تصدق على واحد غني وواحده زانيه وواحد سارق. فالصحابة راحوا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده بيتصدق او كان بيخرج بالليل بقى ومش شايف. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لهم ضعف له الاجر. لانه حس الغني على انه يتصدق، وعف الزانية عن ان تزني، وخلى السارق ما يسرقش علشان خلاص اداله حاجته. فيمكن انت لما تعمل كده ما تخلوش يبقى انسان مجرم يدور، ما هو بردان هيعمل ايه؟ هيسرق علشان يتغطى، لكن انا لما اديله الغطى ده هو مش هيسرق. صحيح. فدي حاجه مهمه، وستر كمان، ستر الانسان. الستر ده معنى كبير قوي وباب كبير، وربنا سبحانه وتعالى من اسماء الله الحسنى انه الستار، وفي صيغه اخرى فيها الستير. مبالغه الستير. ودايما احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيطلب مننا، والرسول عليه الصلاه والسلام انه من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخره. يعني فكره الستر دي فكره عظيمه وكبيره، ومعناها يعني لازم نفضل فاكرينها على طول، ويعني ونطبقها في الدنيا على طول. طبعا انت لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يستر اولادك، دعوه كده دايما يقولوها لنا جدتنا الكبار، ربنا يسترك، ربنا يستر اولادك. قد ايه كده لما تلاقي ربنا كل بني ادم خطاء، ما فيش حد يا جماعه ما بيغلطش. قد ايه الجمال حضرتك استاذ دعاء لما تلاقي كده انت بتغلطي وربنا كده بيستر عليك. اولادك كده تقولي يا رب ما حدش يعرف ان هم مثلا غلط. ما هم اطفال وزمن صعب، وتلاقي ربنا بيستر عليكي كده. طب انت عايز ربنا يستر عليك، اكثر من الستر على الناس بقى. استر الناس. ستر معنوي، ما تفتحش حد قالك على سر ما تخرجش تقوله. صحيح. السيده نفيسه، السيده خديجه، على فكره يا جماعه عشان بناتنا الجمال، السيده خديجه ما راحتش خطبت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقعدوا يقولوا كده. السيدة خديجة لا، هي بعتت أشد الناس ما بعتتهاش برضه، ده هي كلمت مع السيدة نفيسة صديقتها وحبيبتها. لا ده محمد ده كويس أوي، هي حست السيدة نفيسة حست. بس شوف الصديقة الصدوقة اللي تؤتمن على السر التي سترت. أنت لما تستر كده تبقى زي السيدة نفيسة يعني. فسترت عليها وراحت راحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتلهاش حاجة، راحت له من نفسها، قالت له أنت مش عايز تتجوز؟ قال لها أنا عايزة أتجوز طبعا بس ما عنديش مال. قالت له اللي تضمن لك عروسة من غير مال. قال لها مين؟ قالت له خديجة. قال لها وأنا أنا من خديجة مؤدب النبي صلى الله عليه وسلم. عسى جميل. فراحت للسيدة خديجة ما حرجتهاش بقى، قالت لها ده أنا قلت له. قالت لها إيه رأيك؟ ده هو عايز يتجوزك. شوفي شوفي الجمال اللي بعد كده بقى اتحكى بعد سنوات بقى. فهو ده الستر، ان انا لما حد يأتمني على سره استره. لما اشوف عوره لغيري استره. استره ازاي؟ شفت حد عريان وما عندوش غطا استره بايه؟ اني اغطيه، اني اعمل له سقف ما حدش يشوفه، اعمل له وسائل الراحه اللي يعني
يعني البيوت اللي احنا شايفينها. هو ده مش بيت، هو ده في الشارع. ده 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 محاط بالجدار. بصي بصي حضرتك عامل ازاي، يعني مجرد جدار بيحيط. بصي الهواء كمان حضرتك صعب ازاي، يعني الحاجات دي لما بيجي كده ويطيرها بالشكل يعني دوت. ده 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 لا يرتقي لفكره انه بيت. يعني هو ما وصلش المرحله. تخيل كده انك تستر الناس اللي موجودين فيه كده، انك تبني لهم ده. ده شويه طوب يا جماعه، شويه اسمنت وشويه. شوف شوف لما ربنا تبني لحد زي كده، ويبنى لك به بيت في الجنه. ربنا كريم قوي على فكره. الحسنه تبقى بعشر امثالها. طب شوف انت بقى، كل طوبه هنا هتحطها تبني بيها اوضه، ولا تبني بيها بيت، او تعمل بيها سقف، شوف هتبقى يعني عند الله سبحانه وتعالى تاخد انهي منزله. انا والله قلبي بيتوجع لما بشوف حاجات كده، بحس ان انا قلبي بموجوع. بفتكر كمان بالذات الاطفال قوي، لو في اطفال او في ناس كبار. اقول طب ازاي عايشين، طب الشتاء اللي جاي ده هيعيشوا ازاي كده بالشكل ده. فالستر ده حاجه. طيب يعني انا عايزه اختم بفكره انه الصدقه دي يعني علاج للكرب، علاج للأمراض العضوية، بحث عن الجنة، بحث عن السعادة في الدنيا. يعني لو حد عايز يتغني يتصدق، لو حد عايز يدخل الجنة يتصدق، لو حد عايز يخف من مرض يتصدق، لو حد يعني ايه كم الافرع اللي خارجه من فكره ان انا بطلع مثلا جنيه الاقي لو حد عايز يامن من الفزع الاكبر ويتصدق. يعني اقصد انه هي ليه ايه 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 كل الاوجه الفظيعه. حضرتك محقه. يعني في فعلا اعمال صالحه احنا بنعملها هو جزاها في الاخره بس. لكن الصدقه فعلا من الاعمال اللي جزاها دنيا واخره. الاكثر من كده ان حتى جزاها في الدنيا مش حاجه واحده، ده جزاها في الدنيا حاجات كتير قوي. داووا مراكم بالصدقه، يعني اللي عنده حد تعبان ويخرج صدقة والله عن يقين وعن تجربة. صحيح فعلا أنا بحس كده إن أنني عجزت كده وأقعد كده أقول يا رب أنت، أو ما الصدقة ألاقيها إزاي ده يتفكت كده، إزاي الدنيا تفكت كده ليه بالشكل ده، معقولة الصدقة ليها ده. أصل الصدقة برهان الإنسان يا أستاذ دعاء، جبل على حب المال. فلما تخلفي فطرتك وتحاولي تخرجي اللي انت بتحبيه وخايفه عليه ده، كان انت ايه ده. الحاجه الثانيه تكافل اجتماعي، بناء مجتمع. مش ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في الحديث بيقول لزوال الدنيا، الدنيا بما فيها الكعبه والبيت الحرام بقى احب الاماكن الى الله، اهون على الله من دم امرئ. يعني اذا انا لما احافظ على دم المرء ده، احافظ على عرضه، احافظ على حياته، يبقى انا يبقى الصدقه مهمه ولا لا؟ من احياها فكانما احيا الناس جميعا. بجنيه انت بتحيي، ب 10 جنيه بتحيي، ب 100 جنيه بتحيي، ايه ده؟ فهي الصدقه فعلا ليها حاجات كتيره قوي مذكوره في القران لو قعدنا نعددها. بس اهم الامور، لان الناس كلها بتسعى طبعا ثواب الاخره. الامراض، الامراض دلوقتي انتشرت بشكل غير عادي، مش عارفين نخرج منها. لا الصدقه تخليك تشفى ازاي، شوفيت بقى ما بتسالش، دي كرامات من عند الله سبحانه وتعالى. الصدقه بتحافظ لك على اولادك، لما تقول بنيت يا رب احفظ لي اولادي دول، تحفظ لك اولادك دول. الصدقه تطيل العمر. تمام. احيانا لان ممكن دايما اللي بتتصدق عليه يقول لك يا رب مد في عمره عشان هيفضل يديني. راجل دخل على سيدنا سليمان ونزل له ملك الموت، قال له هيموت بعد 3 ايام. لا دخل عليه بعد اكتر من سنه، انت مش قلت لي انه هيموت بعد 3 ايام؟ قال له خرج من عندك فتصدق، فدعا له الرجل بطول العمر فاطال الله عمره. فاللي عايز طول العمر عشان يفرحوا باولادهم ما فيش مشكله، طول العمر في 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 طاعه الله شيء جميل. البركه في العمر كمان. والبركه في العمر. يعني للصدقات امور كتيره، الحلقات جايه ان شاء الله كتيره نتكلم فيها كده، وفوائد التصدق. وهي الحلقه مع الاستاذ دعاء ما شاء الله دايما بتبقى سريعه وجميله يعني. الله يكرمك، شكرا جزيلا دكتوره هبه عوف، استاذ التفسير بجامعه الازهر. مساء الفل على حضراتكم جميعا. من اكتر الحاجات اللي بتدينا ثقه في نفسنا هو جمال شعرنا وشكله طبعا، بس لو هايش
بيتساقط او مجعد، ساعتها طبعا نفسيتنا كلنا بتكون في الارض. مشاكل الشعر كتيره جدا ومختلفه وما بنخلصش منها، لكن النهارده معانا ضيفه منورانا في الاستوديو هتحل لنا كل المشاكل دي وهتقول لنا ازاي نحافظ على شعرنا ونغذيه. دكتوره نجلاء سرحان، دكتوراه التغذيه العلاجيه، ماجستير في التغذيه العلاجيه ودبلومه التجميل والليزر، ومدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. برحب بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك يا بسنت. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ طيب عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور، يعني مفيش بنت اليومين دول بتقدر تستغنى عن طبعا مستحضرات التجميلية للشعر زي طبعا البيبيليس والسشوار، والحاجات دي طبعا بتدمر لنا شعرنا طبعا. فيعني احكي لنا كده يا دكتور، يعني ايه اللي بيحصل؟ احنا مش البيبيليس بس ولا السشوار، انا عايزه اقول لك ان احنا كمان الصبغه الكتير، غسيل الشعر المتكرر. الناس مفكره ان انا كل ما اغسل شعري، يعني الناس في عندها اعتقاد كده ان انا لما بغسل شعري كل يوم فانا بنظف شعري مثلا من الاتربه اللي موجوده او من العوامل الجويه اللي موجوده، فانا كده بنزل كل الحاجه اللي هي المفروض ضاره بالشعر. بالعكس، انا لما بغسل شعري كتير بضطر ان انا بجهد الشعرايه، بخليها تتلف معايا. ليه بتتلف معايا؟ لان هي زي ما قلت لك قبل كده واتكلمنا كتير في الموضوع ده، قلنا انها بتشيل الطبقه الدهنيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وتبدا تشيل الدهون دي كلها، وتبدا الشعرايه عشان تحافظ على نفسها، عايز تحافظ على نفسها انها تفضل سليمه، تبدا تطلع المحتوى المائي اللي جواها، المحتوى المائي اللي جواها يفضل على طول ان هو يطلع، فتبدا الشعرايه تنشف من جوه، تجف، تبدا تتقطم وتتقصف، وده اللي بيؤدي الى تساقط الشعر، ولان هو الشعر كمان يهيش، مش بس تساقط، لا، هيشان وجفاف الشعر. تلاقي الشعر واحده تقول لك ايه، انا كنت وانا صغيره او من السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان شعري حلو قوي، وفجاه شعري بقى هايش وناشف ومقصف ومجعد، برغم ان شعرها كان حلو، او ان هي بقى جيناتك مثلا مولوده كده شعرها في تشابك او خشن، فطبعا ده بيؤدي الى ان هي يعني فعلا ممكن الشعر طبيعته تتغير مع الوقت يا دكتور. يعني انا شعري مثلا شعرنا الناعم بعد كده خالص يا بسنت بيتغير على طول، الشعر بيتغير على طول، انت كل يوم بيبقى فيه نسبه تساقط من حوالي 100 ل 150 شعرايه، ده الطبيعي على فكره، اما يزيد عن كده يبقى ده مش نورمال طبعا. فطبعا انا عندي حته الشعر اللي هو الجيناتيك بقى، ان انا ممكن يبقى شعري خشن. طب نعالجه ازاي؟ احنا بدانا بقى زي ما قلت لك في اورجانيكا، دايما احنا الحمد لله بنشتغل على القصه دي، ان احنا نشوف المشكله ايه او الناس بتشتكي من ايه ونبدا نشتغل على المشكله دي. فبدانا نشتغل على مشكله الشعر المجعد الخشن. طبعا بدانا نقول طيب تركيبه الشعرايه نفسها اشتغلنا عليها، لان احنا عندنا مكتب علمي وعندنا اطباء وفريق طبي وصيدله، فبدانا نشتغل على تركيبه الشعرايه والشعرايه بتحتاج ايه. ايه هو النيد بتاع الشعرايه؟ الشعرايه بتحتاج ايه عشان تتغذى؟ تحتاج ان هي يبقى فيه احماض امينيه، تحتاج بروتين، يعني تكوين الشعرايه كلها من البروتين، وبتحتاج كيراتين، تحتاج كولاجين عشان ازود سمك الشعرايه، زيوت طبيعيه علشان تغذي الشعرايه، زبده شيا. فلقينا ان التركيبه دي كلها بتغذي الشعرايه وبتكافير الشعرايه وبتحميها وبترممها. يعني احنا انا عايزه اقول لك ان في ناس كتيره بتفرد شعرها وفجاه انا شعري اتدمر. ليه؟ لان هي الفرد اللي فردته طبعا فيه فورمالين ما فيهوش كمان المواد المغذيه اللي احنا بنتكلم عليها. وده العادي، ده اللي احنا بنشوفه على طول، ده اللي بنشوفه على طول، ان الشعر بيتدمر ويتقطع بعدها بحوالي اسبوعين او التساقط رهيب طبعا، رهيب طبعا، لان فيه فورمالين كمان. فالفورمالين الناس فاهمه ان هو بيفرد الشعر، لا، الفورمالين مش بيفرد الشعر، الفورمالين بيحفظ البروتين والكيراتين فتره اطول في الشعرايه، وبيخلي الشعرايه مشدوده جامد قوي لدرجه انه يكسر الروابط اللي جواها، فبالتالي تلاقي الشعرايه خلاص اتكسرت واتقطعت. فطبعا الناس تقعد تصرخ بقى بعد كده، لا، احنا بدانا قلنا لا، احنا لازم نشتغل على البروتين صح ونعمل التركيبه المظبوطه انها ترمم الشعر. بس بدانا نشتغل عليه. طب قولي لي يا دكتور، يعني في الاول كده انت يعني عملتوا مثلا تجارب على شعر مجعد، انت قلتي لي طبعا طبعا كتير. طب واللي شعره بقى يعني مش مجعد بس في سنه هيشان، هل برضو تقدر تعمل البروتين وكده؟ طبعا تقدر تعمل بروتين بامان جدا، لان زي ما قلت لك هو فرد وترميم. يعني الشعر اللي هاش عندي ده خلاص، الشعر القشور اللي جنب بعضها اللي هو الساق، انا عندي البصيله وعندي الساق، الساق نفسه بدا يحصل فيه تلف، فانا ببدا بالكورس ده ارمم التلف ده وارجع الشعرايه تاني زي ما كان. طب انا هاخدك بقى كده ثرو البروسيس، او يعني في العمليه كلها بتاعه البروتين، غير انه الفورمالين وانه تساقط الشعر وانه بعدها طبعا الناس بتخاف قوي منه عشان خاطر خلاص بيوقع الشعر وشعرك ما بيرجعش تاني بعدها، غير بقى كل ده
لون الشعر بتلاقيه ضرب بعدها تماما. دي فعلا ميزه من ميزه البروتين بتاعنا، يمكن مش موجوده في البروتينات اللي بره، ان هي ما بيقرنش الشعر. يعني بلغه الكوافيرات او البيت سنتر كده يقول لك ايه ده، قرنج لي شعري، خلى شعري لون اورنج، فتقدرش تعمل الوان كتيره في شعرها. بيفتح الدرجات كتير، وطبعا ده نتيجه برضو ان هو وجود فيه فورمالين. فطبعا الحمد لله احنا عندنا مش الحته دي خالص، ان هو بيفتح الشعر او بيغير لون الشعر. بالعكس، البيوتي سنتر حتى بعت لنا صور ان هو صبغ الاول وبعدين عمل بعد كده الفرد لبعض الكلاينت اللي كانوا موجود عنده. فالحمد لله انا يعني الشعر نفسه. يعني فعلا يا دكتور في حاجه اسمها ان الشعر ما يبقاش اورنج من البروتين، عشان طبعا كلنا يعني مرينا بالتجربه دي، وعشان زيرو فورمالين، ما فيهوش فورمالين وكل مواد طبيعيه، فبيغذي الشعر فما بيقرنش الشعر، ما بيديش اللون اللي هو الاورنج اللي بيخلي كل واحده متضايقه او مش عارفه تصبغ شعرها. ده كمان ده احنا ده الصوره اللي معانا دلوقتي، ده لون الاصفر البلوند، يعني ده اصعب لون، اصعب درجه ممكن توصلي لها لو انت عامله بروتين. بالظبط. وعايزه اقول لك ان دي المفروض ان هي بيوتي سنتر هو اللي بعت لنا الصوره دي. وقال ان الشعر، بصي بقى على مش عارفه بقى هي على اليمين ولا على الشمال بالنسبه للمشاهد، بس شوفي الشعر قبل، بصي كان هلكان وتالف ومتدمر، تحسي ان هو متدمر فعلا. يعني هي حرفيا قالت لي الشعرايه دي انا كنت خايفه ان انا اسبخها او اعمل فيها اي حاجه. يعني بتقولي لو بالبروتين العادي مش هسبخها خالص. فبتقولي انا جربت بصراحه على كلام حضرتك ان انت قلتي لي 1 2 3 فجربي مفيش مشكله. بتقولي صبغت الاول بعدين فردت. يعني صبغت وفردت. الشعر بقى كده وما اتغيرش. ما انا ده بقى يعني ده بصراحه جميل جدا، حلو قوي، لانه كمان الشعرايه نفسها في قبل كده متلفه ومجهده ولونها حتى مش يعني، لا كمان الشعرايه بقت صحيه. بس الشعرايه النعومه بتاعتها، تحسي ان النعومه بتاعتها كانه ناعم طبيعي. الشعر نفسه مش مشدود قوي، لان البروتين اللي بره بيبقى الشعرايه مشدوده قوي، فتبان ان هي واقفه قوي الشعرايه، فما بتبقاش كويسه. لكن دي بتديك الروح الهيلثي كده في الشعرايه نفسها واللمعان بتاعها. ايوه. خلينا برضو يا دكتور نشوف التقرير بتاع الستبس او الخطوات لتحضير البروتين، او ازاي نقدر نعمله. صباح الخير، صباح النور. النهارده باذن الله هنبدا الجلسه دي مع بروتين ومجموعه جديده بإذن الله، مجموعة أورجانيكا. فهنروح مع المراحل خطوة بخطوة إن شاء الله. يلا نبدأ دلوقتي. هنبدأ مرحلة الغسيل للشعر كويس، نتك على الأماكن دي للشعر كله. مرحلة الغسيل هتاخد معانا تقريبا، نغسل 3 أو 4 مرات بكوكي قبل عملية البروتين. دي المادة اللي هنشتغل بها أورجانيكا، هنشوف نتيجتها إن شاء الله النهاردة بعد ما نخلص. ماشي. فبإذن الله هتكون مجموعة، وعلى فكرة العميلة خدت كورس علاج من المجموعة دي بقى لها دلوقتي شهر، فجابت معاها نتيجة جميلة جدا. الشعر زي ما شفتوا قبل احنا مشيناه أهو، تكون الدرجة صعبة جدا. الشعراية بصوا شكلها إيه، ممكن احنا نكون بعاد مسافة سنتي او سنتي ونص من فروة الراس، ونوزع كويس جدا لغاية ما نمزجه الشعرية وكده. بعد ما نوزع على الشعر كامل لازم نسيبه في الشعرية من ساعة ونص لغاية ساعتين. دلوقتي احنا في مرحلة الكبس ان شاء الله. لما بتكوني بتفردي كده تكي بالمكوى، هو بيفرد وبيديك الشعر انسيابية. يعني يا دكتور شايفه النتيجه حلوه قوي. بس عايزه اقول لك ان الشعر ده شعر افارقه، الشعر اللي هو الخشن قوي. فالمعامله معاه زي ما هي قالت بالظبط كده بتبقى صعبه. فطبعا دي كانت بعد ان الشعرايه نفسها عملنا لها كفر، اتحسنت، السمك بتاعها كمان زاد. ليه؟ لان البروتين فيه كولاجين وفيه فيتامينز وفي زيوت طبيعيه، في زبده الشيا، كل ده بيدخل داخل طبقات الشعرايه من جوه. انا مش بشتغل على الشعرايه من بره بس، انا كمان بغذي الشعرايه من الطبقات التالفه اللي جوه الداخليه. ايوه.
بس ده بالنسبة لنا. عايزة أقولك كمان إن إحنا عملنا فكرنا طبعا ان كل واحده عامله بروتين بتبقى عايزه، لا انا عايزه شامبو معين علشان البروتين زيرو سلفيت وزيرو املاح صوديوم علشان خاطر ما يقدرش ان هو يؤذي الشعرايه بعد فرد البروتين. طبعا احنا قررنا ان احنا نعمل الكيت كامله على بعضها، يبقى فيها الشامبو وفي كل المواد المغذيه للشعر من زيوت طبيعيه من كيراتين برده من جينسنج من حاجات كلها منشطه لفروه الراس عشان ما يحصلش اي تساقط او اي حاجه. برده نفس الموضوع الناحيه الثانيه ان احنا عملنا هير ماسك، الهير ماسك برده زبده شيا مجموعه من الزيوت والفيتامينز، وعملنا سيرم كمان لحمايه الشعر. طب ده حلو قوي يا دكتور، لانه فعلا اهم حاجه انه لما تيجي تعمل علاج للشعر يبقى معاك كل بالظبط مجموعه كامله للعنايه بالشعر. ده حقيقي. كان معانا كمان صورتين على الشاشه دلوقتي، ممكن لو نشوفهم تاني. ده صوره للطبعا دي قبل وبعد. قبل وبعد. بصي الشعر خلي بالك يا بسنت ان مش ضروري زي ما انت سالتيني قلتي لو الشعر هايش شويه، بصي الشعريه دي مش خشنه يعني مش مجعده. الشعريه لطيفه بس هي كانت محتاجه ترميم. بصي قبل وبعد عامل ازاي. لا طبعا في كمان نضاره في فرق ولمعان في الشعر بالزبط. نفسه الشعر بقى صحي بالظبط. بصي الشعر هنا برضو في فرق ازاي، الشعرايه بقت فيها نضاره بالظبط معنى اصح، فيها لمعه وبقت قويه وفيها نضاره. ولو واخده بالك ان مفيش تغيير في اللون. يعني مفيش تغيير في اللون بالظبط بالظبط. ودي اكتر مشكله يمكن كلنا كنا بنعاني منها اي حد بيفرد الشعر. دكتور كمان خليني اقول لك ان شكلها صغير في السن. انا عايزه اقول لك ان الفرد بينفع من 3 سنين او 6 سنين كمان، مفيش مشكله فيه لانه كل مواد طبيعيه. مفيهوش اي مشاكل لتساقط الشعر خالص. طب خليني اتكلم معاكي بقى عن المشكله الكبيره قوي اللي بتواجه كل الناس، تساقط الشعر. انتوا دلوقتي حليتوا مشكله الشعر المجعد الفرد الفرد. طيب مشكله التساقط ازاي بقى بتحليها، وازاي بمنع انه يعني شعري قدام بقى ما يتساقطش؟ بصي هو احنا طبعا اشتغلنا على القصه دي بعد ما في ناس كتيره جايه، هل كان من الفرد اللي بره يعني فرد اللي بره اللي هو فيه فورمالين بره بيعملوه في البيوتي سنتر، بدا يحصل الناس بتصرخ كتير انا شعري بقى بيتساقط كتير لما عملته بره وبقى خلاص ما فيهوش شعر وصل لنصه. يعني العباره دي بنسمعها كتير قوي. فبدانا نقول ان احنا عايزين نشتغل على حاجه تشتغل على البصيله نفسها. معنى ايه؟ ان احنا بدانا نعمل شامبو، الشامبو ده برده شامبو طبي المفروض ان هو زيرو سلفيت زيرو املاح صوديوم، وده مهم جدا ان انا استخدم لشعري شامبو طبي يعمل لي 3 طبقات حمايه على الشعر. في ناس كتيره بتستهتر بغسيل الشعر ان انا ده شامبو خلاص بينظف الشعر، لا. الشعر لازم ادخل فيه الشامبو، ادخل فيه مرطبات تعلي الترطيب والمحتوى المائي داخل الشعر. انا عايزه اقول لك يا دكتور ان حتى دلوقتي من غير البروتين بيقولوا لك لازم ما تستخدميش شامبو فيه سلفيت، يعني لو حتى انت مش عامله بروتين في شعرك او اي علاج في شعرك صحي. ما تستخدميش سلفيت، هو صحي للشعرايه نفسها علشان خاطر يحافظ على الشعرايه وعلى المحتوى المائي والزيوت الطبيعيه اللي موجوده فيها ويعلي ترطيب الشعرايه. ده مهم جدا الشامبو انه يبقى طبي. طيب بدانا ان احنا نشتغل على البصيلات نفسها. طبعا انا عايزه اقول لك ان الشعرايه بتتكون من جزئين مهمين قوي، هي الجذور والساق نفسه. طيب الروتس نفسها او البصيله نفسها هي دي اللي بتاخد الغذاء. فبدانا نقول طب احنا عايزين نعمل ايه. طبعا عايزه اقول لك ان اسباب تساقط الشعر يمكن احنا قلنا جزء منها في الاول، وقلنا برضو ان في تقدم في السن او السشوار الكتير مكوى كتير غسيل الشعر متكرر، كل اللي احنا قلناه الاول هو ده برضو من اسباب تساقط القشره الحكه في فروه الراس، كل الحاجات دي بتؤدي للتساقط، ممكن يكون تساقط وراثي برضه. فطبعا احنا بدانا نشتغل برضه على التركيبه اللي تنفع لبصيله الشعر تغذيها، بعيد بقى عن ماده المينوكسيديل، ماده المينوكسيديل دي حاجه ثانيه انها بتشتغل على الاوعيه الدمويه، لا انا بشتغل هنا على البصيله نفسها. بدانا نقول ان احنا هنحط مضادات اكسده زي القهوه الخضراء، مضادات الاكسده دي بتحمي الشعرايه من ايه؟ انها تبيض. الشعرية عندي تفضل شباب بمعنى اصح وفيها نضاره. مضادات الاكسده دي مهمه. طيب حطينا كافيين بقى، عايز اقول لك بنسبه عاليه علشان الكافيين ده مهم قوي لنمو الشعر، يعني بيدي طاقه بينتج طاقه للشعرايه علشان تطول ويحصل لها نمو. طيب حطينا كمان جينسنج، حبينا ان احنا ننشط بقى فروه الراس، قلنا ان احنا ننشط فروه الراس لان الجينسنج منشط عام على فكره. يعني دايما تسمعي يقول لك حط معلقه جينسنج على العسل عشان ينشط الدوره الدمويه. فطبعا بينشط فروه الراس فبيبدا ان هو ياخد الميه والاكسجين الموجودين في الدم يوصلهم للبصيله، فبالتالي البصيله تبدا ان هي تتغذى فيبدا ان تدي للساق، والساق يبدا ان هو يتحسن ويبقى شكله كويس يترمم بمعنى صح. طيب حطينا فيها فيتامينز اي واي،
برضو لتجديد فروة الراس، حطينا فيها مجموعة من الزيوت الطبيعية زي الأرجان والجوجوبا وزيت بذرة الكتان، حطينا كمان فيها أحماض أمينية مهمة قوي للشعر، أحماض أمينية مهمة إنها تمد الشعر بالاحتياج اللي هو محتاجه بحيث إن الشعرية نفسها تبقى فيها نضارة. ده كده بقى ده مفيد أكتر، حتى سيبك موضوع فرد بقى ولا لا. أنا دايماً كنت بقول في البرامج كلها إن إحنا عاملين لوشن قنبلة بمعنى أصح، في كل حاجة تشتغلي، إحنا جمعنا كل العناصر اللي بتشتغل على البصيلة تاني من جديد. بس ده يعني خطيره. وعملنا معاها برضو مجموعه من الزيوت الطبيعيه حوالي 13 زيت، طبعا زيت شجره الشاي طبعا مهم جدا لتطهير فروه الراس، يعني كمان بيقضي على القشره. كمان زيت بذره الكتان بيحسن البصيله، عندنا زيت الارجان والجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت اكليل الجبل، عندنا مجموعه من الزيوت الطبيعيه الهائله جدا للشعر. عايز اقول لك ان هو استخدام يومي، انا بغسل شعري مرتين في الاسبوع او ثلاثه. طبعا السيرم بخ 5 بخات الصبح بالليل حسب بقى نسبه التساقط بيحددها الفريق الطبي مع البيشنت في التليفون. بعد كده بعمل الزيت من مره لمرتين في الاسبوع حمام زيت. ده اهم حاجه، ده يعني طبعا مهم جدا ان انا اغذي الشعر وان انا اعمل سيستم عنايه لشعري. ده مهم جدا لان الشعر ده تاج المراه والست دلوقتي، الراجل والست دلوقتي، زينت المرأة شعرها دايما طبعا، تاج المرأة هو اللي بيظهر جمالها وشكلها. وعلى فكرة المحجبة أو مش محجبة يعني ده أنا متهيألي كمان دلوقتي المحجبة لازم تاخد بالها من شعرها كمان طبعًا أكتر طبعًا. لأنه احنا كاتمين الشعر على طول وكده، محتاجين ان احنا ناخد بالنا اكتر، وقعدتنا في البيت يعني لازم يبقى طبعًا شعرنا احلى حاجة طبعًا اكيد. طب دكتور يعني خليني ناخد برضو نشوف صور كده عن تساقط الشعر. بصي الحته دي دايما مشكله بنات، مشكله البنات من هو صغيرين، الامهات اللي بتشد الشعر او حتى اللابسين حجاب بيبقوا دايما شادين شعرهم لورا تحت الحجاب. صح. فبالتالي يبدا ينحل المنطقه دي، والمنطقه دي تبدا الروتس فيها تضعف، البصيلات نفسها، فبالتالي الشعر يخف. فطبعا دي منطقه، عايز اقول لك ان ده تقريبا من 3 شهور بيبدا النتيجه دي. عايز اقول لك ان النتيجه بتبان، اي حد يبقى عارف ان اي حاجه تخص الدرمه اللي هي الجلد عموما بتاخد من 3 شهور ل6 شهور علاج. يعني مش انا الصبح هبقى شعري حلو جميل مره واحده، لا لازم اتعب شويه زي ما تعبت وبوظته، اتعب شويه في العلاج بتاعه ده أكيد. ده بصي قبل وبعد برضو نفس المنطقه، البيبي هير تقل، الشعرية نفسها تقلت. وبصي عايزه اقول لك ان الشعرية نفسها بتتغير. انا عاجبني بالظبط، عاجبني كمان زي ما حضرتك قلتي من شويه نضاره الشعرية، لمعان الشعرية دي، ده بقى اللي مستوقفني جدا في الموضوع ده، لانه دي اهم حاجه. ممكن الشعر يبقى فعلا طويل او تقيل بس مش نضر، مش بيلمع، شكله تعبان بالظبط، هايش تعبان، مجهد، تالف، بهتان، تلاقي الشعرية كده، لكن الشعرية صحيه بالظبط. طب احنا معانا يا دكتور مداخله دلوقتي من هبه. الو الو، ازيك يا هبه، عامله ايه؟ الله يسلمك، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. هبه قولي لي، استخدمتي المنتجات، منتجات الشعر؟ استخدمتها الصراحه. طب قولي لي انت كانت ايه مشكله شعرك الاول؟ يعني كنت عايزه تفردي شعرك، كان عندك تساقط، كان شعرك مجعد، كان ايه؟ لا هو كان ناعم بس هايش وما كانش صحي، وكان على طول يعني شكله مش حلو. اوكي، طب استخدمتي ايه بقى؟ استخدمت مجموعه الفرد، الله اكبر عليها، فردت على طول من اول جلسه وجميل جدا. طب قولي لي الفرق بقى اللي انت حسيتيه كده في شعرك، احكي لي. حسيت ان الهيشان راح، بقى في نعومه، في كل حاجه سحريه فيه. كان الاول اجي اسرح مش عارفه اسرح، في حتى اللي هو اكني من اتبدل من شعر لشعر. اوكي، طب ولونه حسيتي ايه؟ اتغير لونه؟ فضل زي ما هو قرنش؟ لا حسيت ان هو مثلا ايه، هو كان اصلا شعري بني. يعني افتحي سنه بسيطه جدا. طب حلو، بس مش على اورنج، اهم حاجه مش. لا لا ما فيش الكلام ده خالص. سبغت لا او حاجه؟ سبغتي شعرك بعدها او حاجه؟ لا ما سبغتش شعري، لا انا بحب لونه كده ما سبغتوش الصراحه. طيب عملت بروتين قبل كده؟ عملتي بروتين قبل كده ولا لا؟ عملت الصراحه قبل كده بروتين منتج يعني من بره. بس اول ما اتعمل كان الشعريه بتقع بحالها. ده اكيد. بس ده أكيد. فعلا بفرق. بقالها قد ايه؟ بقالها كام شهر؟ بقالك قد ايه بقى استخدمتي منتجات اورجانيكا؟ انا دلوقتي بقالي هو الدخل على 5 اشهر. طيب في اي حاجه حست فيها في الشعر؟ حصل له تساقط؟ حصل له اي حاجه؟ حسيت؟ لا لا الصراحه لا، ما شاء الله عليه، لا جميل 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 جميل. ده انا يعني تمام، حتى مجموعه انا اقتنعت يا دكتور. طب حتى حتى مجموعة البشرة، والله أنا بكلمك يعني بكل ثقة، مجموعة البشرة برضه الله أكبر عليها. ده أكيد.
هبه يعني بشكرك جدا على مداخلتك معانا، ويعني بتمنى انك على طول تفضلي كده مهتميه بشعرك وبشرتك، وطبعا تفضلي مبسوطه على طول من المنتجات. خلينا يا دكتور نشوف دلوقتي البيج على الفيسبوك اورجانيكا جروب. ايوه حضرتك قلتي قبل كده طبعا انه ال 51000 51000 هم كانوا لسه كانوا حاجه و40 بقوا حاجه و50. اه دي دكتور نجلاء. ايوه دي البيج الاوفيشال لاورجانيكا جروب. بالظبط بالظبط، عشان انت عارفه الصفحات الفيك اللي بتبقى موجوده على النت كتير قوي، فاحنا قلنا ان احنا نعرض الصفحه كلها كامله. بالظبط، لا كويس ان احنا عشان بس ما يبقاش في اي لبس عند اي حد بيتفرج علينا دلوقتي. دكتور نجلاء يعني انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، على توضيحاتك لمشاكل كلنا بنواجهها، سواء من تساقط الشعر او من فرد الشعر او ممكن العمليات الخاطئه اللي احنا ممكن نكون بنستخدمها في خلال عنايتنا لشعرنا. اكيد بشكر حضرتك يا دكتور على وجودك معانا، وبشكر طبعا السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ونشوفكم الحلقة الجاية. هذا البرنامج برعاية